فرح، في ليلة عاصفة ظهرت في منزلي فجأة طفلة صغيرة قادمة من كوكب آخر. علمت فيما بعد أن اسمها مروة. هذا ما أخبرني به والدها حين اتصلا. سافر أهلي إلى الهند وتركاني مع ابنتي خالتي، وهي لا تحب الأطفال. أرادت التخلص من ميمي، وهنا بدأنا بالشجار. لن يستطيع أحد أن يرغمني على التخلي عن ميمي. سأعتني بها ريثما يصل والداها. رحلة إلى الجبل. الرعد. نائمة. الجهاز يعمل. ما الأمر؟ مرحبا، أنا والدة ميمي. أهلا، عرفتك. عزيزتي، هل أنت فرح التي تعتني بابنتي؟ نعم أنا. الحمد لله، وصلت إليك أخيرا. أرجوك أخبريني، كيف حال ابنتي ميمي؟ ميمي بصحة جيدة جدا، وهي نائمة بعمق الآن. أرجوك اتصلي بي عندما تستيقظ لأسمع صوتها وداعا. نعم، انتظري لحظة أرجوك. لا أستطيع الاتصال بك، فقد حاولت ذلك عدة مرات ولم أفلح يا سيدتي. قد يكون هذا بسبب بعد المسافة بيننا وبينكم. على كل حال سأحاول الاتصال بك ثانية فيما بعد. شكرا لك. ماذا هناك؟ إنها صاعقة. لقد ذكرتني باليوم الذي ابتعدت فيه عني ميمي. إننا نحاول الآن اختراع مركبة كي نصل بها إلى عندكم. أرجو أن تستعيد ابنتك في أقرب فرصة ممكنة يا سيدة غيداء. وحتى ذلك الوقت أرجو أن تعتني بميمي جيدا يا فرح. أنا أعدك. شكرا لك يا فرح. أيمكنني أن أسمع صوت ميمي الآن؟ لا أدري كم الوقت في كوكبكم الآن، ولكنها الثالثة صباحا هنا، وميمي مستغرقة في النوم الآن. لا أريد إزعاجها في مثل هذه الساعة. حسناً، سأحاول أن أتصل بك لاحقاً. أرجوك اهتمي بابنتي. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لن نستطيع الخروج في نزهة غداً. سأنام. رائع، لقد تحسن الجو. الحمد لله، خشيت أن تلغى نزهتنا لهذا اليوم. فدوى سالح. لم تصل فرح حتى الآن. هذا أمر غريب. انتباه، حان وقت الانطلاق. اصطفوا في الرتل. من يتكلم؟ صباح الخير، أنا سعيد معلم فرح. أهلا بك يا أستاذ، ماذا هناك؟ سيخرج طلاب الصف اليوم في نزهة، وفرح لم تصل بعد، فما السبب يا ترى؟ لحظة واحدة من فضلك. هيا يا فرح استيقظي. أنا آسفة على التأخر يا أستاذ. في الحقيقة فرح تعاني من ألم في معدتها منعها من الخروج. إذا سمحت يا معلم، هل يمكنك أن تسمح لها بالاستراحة بضعة أيام؟ حسناً، شكراً لك. رائع، سيكون مقلباً جميلاً. نجحت. لقد تأخرت. إنها الساعة التاسعة والنصف. رائع، تأخرت عن رحلة المدرسة. يا إلهي. اهدأي يا ميمي، لا تبكي يا صغيرتي. حسناً سأغير حفاظتك. كان علي أن أقوم بكل هذه الأعمال لو أنها ذهبت إلى الرحلة. ألا يكفي؟
في هذا جيد جدا. حسنا دعيني أغير لك الحفاضة هكذا هكذا. صباح الخير يا حبيبتي فرح. ها؟ لماذا تخلفت عن رحلة اليوم؟ تأخرت في النوم. هذا أمر مؤسف حقا. هذا صحيح. ما هذا؟ لا سأغيرها ثانية. رحلة المدرسة ممتعة جدا، كان عليك ألا تفوتيها يا فرح. لما تأخرت في النوم؟ لا أدري، فأنا أستيقظ مبكرة. تذكرت، إن جهاز الإرسال هو الذي أيقظني في الليلة الماضية. ما الذي تقولينه يا فرح؟ هل تقصدين أن والدة ميمي اتصلت بك الليلة؟ ها؟ هل أخبرتك بأنها ستأتي كي تأخذ ابنتها من هنا؟ لم تخبرك؟ لما اتصلت بك في منتصف الليل إذن؟ كم هي مزعجة، أليس كذلك؟ بسبب اتصالها لم تستطيع الاستيقاظ باكرا، وحرمت من الرحلة يا حبيبتي. هذا ما يزعجني. إنها تتصل ثانية. مرحبا يا فرح، كيف حالك؟ أهلا بك سيدتي، ما الأمر؟ آسفة إن كان اتصالي مبكرا، لكنني أريد أن أسمع صوت ميمي. حبيبتي ميمي، هل تسمعينني؟ أنا أمك يا عزيزتي. أنت تضحكين؟ هذا يعني أنك بخير. الحمد لله يا ابنتي. دعينا من ميمي الآن واسألي السيدة غيداء متى ستأتي لتأخذ ابنتها. حسنا سيدتي، متى ستجدين طريقة كي تصلي إلى هنا وتستردي ابنتك؟ للأسف يا فرح، لم أجد وسيلة توصلني إليكم بعد، لكنني مطمئنة الآن بأن ميمي بخير ما دامت معك يا فرح. عليك أن تأتي بسرعة لتسترد ابنتك، فقد أتعبتني. لا تنسي أنني طالبة في المدرسة. صحيح، ما العمل إذا لم تستطيع الوصول إلى هنا؟ عندها ستبقى ميمي معك دائما. ماذا؟ ستبقى ميمي معي دائما؟ كنت أمزح، سأتي قريبا جدا إن شاء الله. جيد. حسنا يا فرح، لن أعطلك أكثر، فأنا أعلم أنه قد يكون عليك الذهاب إلى المدرسة بعد قليل، ولذلك سأنهي الاتصال. لا تفعل ذلك، فقد تأخرت اليوم وانتهى الأمر. كانت لدينا رحلة مدرسية تخلفت عنها بسبب اتصالك الليلة الماضية. أنا آسفة حقا يا فرح، لم أكن أعلم أن الوقت متأخر جدا عندما اتصلت. أنت أيقظتني بعد منتصف الليل، ولهذا تأخرت في النوم وتخلفت عن رحلة المدرسية إلى جبل دام الرائع. لا أعلم متى سينتهي هذا الحديث. تقول المعلومات المتوفرة لدينا عن هذا الجبل إنه مكان خطير، وبعد قليل ستحدث فيه انهيارات صخرية. زملاؤك في خطر. ماذا تقولين؟ اذهبي إلى هناك في الحال يا فرح، فعليك أن تحذري أصدقائك. ماذا؟ كم الساعة؟ هيا. العاشرة. حسنا يا فرح، ومنذ متى خرج زملاؤك في رحلتهم المدرسية إلى جبل داما؟ منذ حوالي 20 دقيقة. إذا ركبت سيارة فربما تلحقين بهم قبل أن يصلوا إلى هناك، وبذلك تستطيعين تحذيرهم من الخطر المحدق بهم. عليك أن تسرعي. سأفعل ذلك. بحسب معلوماتي حدث انهيار صخري هناك العام الماضي وأودى بحياة بعض الأطفال. هل أنت متأكدة؟ يا إلهي. لنستقل سيارة أجرة. كفى. صحيح أنني لست بارعة في القيادة، ولكن هذا اليوم مختلف، يجب أن أصل إلى جبل داما كي أنقذ هؤلاء الأولاد. مستعدة؟ متى يبدأ الطلاب جولتهم في الجبل يا فرح؟ بعد الإفطار مباشرة، أي بعد نحو الساعة من الآن. حسناً، يستغرق الوصول إلى هناك ساعة وربع، علي الإسراع قليلاً، يجب أن نصل في الوقت المناسب. رحلة المدرسة اليوم إلى جبل داما رحلة علمية، هدفها مشاهدة الطيور البرية عن كثب، وهناك طلاب في صفنا يهتمون جداً بالطيور وأنواعها، لهذا سيكونون دائمي الحركة في الجبل سعيا وراء الطيور. هذا يعني أنهم سيتعرضون هذا اليوم لخطر الانهيارات الصخرية المحتملة الحدوث في جبل داما. يا إلهي، علينا أن نسرع.
يجب أن نصل إلى جبل داما بسرعة، لأنه إذا ما حدث أي مكروه لواحد من أصدقائي فلن أسامح نفسي. يجب علينا الإسراع. انتباه أيها الطلاب، سننقسم الآن إلى مجموعات صغيرة ولنبدأ بمشاهدة الطيور البرية التي تعيش هنا. مشكلة، الازدحام شديد اليوم. يا إلهي، أخشى أن نتأخر بسبب هذا الزحام. هذا رائع، عثرت على أحد عصافير الدوري الجميلة. حقا؟ دعني ألقي نظرة. إنه هناك على تلك الشجرة. هذا رائع، إنني أراه الآن. يا سلام، إنه جميل جدا. أتعلمون، هذه أول مرة أشاهد فيها العصفور الدوري عن كثب هكذا. دعيني أنظر إليه. يعد هذا الطائر من أجمل الطيور المعروفة، فهو يعشش حتى في أسقف الدور، ولذلك يسمونه بالدوري. هيا بنا لنتابع البحث. هيا. جبل داما من هنا. الطريق وعرة من هنا، لكننا سندخل. انظروا إلى ذلك الطائر الجميل يا أصدقاء. أين هو؟ هنا على غصن هذه الشجرة. هذا الطائر يوصف بصاحب الذيل الطويل، إنه يعد من الطيور النادرة. يتميز بذيله الطويل الملون بثلاثة ألوان، وصوته من الأصوات الجميلة. إنهم هناك. حقا؟ توقفي يا نجوى. هيا يا فرح، اذهبي وحذريهم، فأنت أسرع مني في الجري. حسنا. سامح خبير بالطيور يا رندا. كلامك صحيح. أرى طائرا غريب الشكل يا أصدقاء. علي الإسراع أكثر. يا إلهي، يبدو أنه حسون. ما هذا؟ تبدو أذنك كبيرة جدا. أكاد أصل. إنه انهيار صخري. يا لطيف، يا أذنك متسخة. كفاك صراخا. شكرا لك يا فرح، أنا بخير، اطمئني. الحمد لله، مضت الأمور على خير. ابنة خالتي نجوى معي، انظروا. مرحبا. مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ الحمد لله على سلامتكم جميعا، يسرني أنكم بخير. فهم سيغادرون هذا المكان بعد قليل. ما الذي تقصدينه يا فرح؟ لا أقصد شيئا، لا تهتمي للأمر. أخ، رأسي يؤلمني، لقد كدت أموت. ما هذا؟ والآن إلى اللقاء أيها الأصدقاء، رافقتكم السلامة. وداعا. فرح، لما لم تخبريهم بالأمر؟ لا أرى داعيا لذلك. لا، ميمي ليست هنا. أين ذهبت يا ترى؟ وما أدراني أنا. الجهاز. حسناً يا فرح، ليذهب كل منا في اتجاه للبحث عن ميمي. هيا. علي أن أجد الجهاز أولاً. ميمي، ربما يكون قد وقع عند الصخرة. ميمي، أين أنت يا ميمي؟
أنت يا فرح؟ أرجوك ردي علي، هل ميمي بخير؟ أنا لست فرح. إذن من أنت؟ أخبرني أرجوك. أنا طالب في صفها، اسمي لؤي من طلاب الصف الرابع. من تكونين أنت؟ ليس هذا هو المهم الآن، المهم هل ابنتي ميمي بخير؟ أرجوك أخبرني، لماذا تحمل أنت الجهاز؟ وأين صارت فرح؟ وجدت هذا الجهاز عند الصخرة، صدقيني لم أعلم أنه لفرح حتى الآن. على كل إن أردت إخبارها بشيء فإنني سأخبرها به. أريد أن أعلم هل ابنتي الصغيرة بخير؟ أرجوك صلني بفرح، أرجوك. ماذا؟ ولماذا ابنتك برفقة فرح؟ ماذا؟ ألا تعلم قصة ابنتي إذن؟ أين هو؟ ميمي! لن أعطيها الجهاز ما لم تخبريني بالقصة. حسناً، نحن من كوكب آخر وقد انتقلت ابنتي إلى كوكبكم ولم نعرف كيف كان ذلك. ما هذا الذي تقولينه أيتها السيدة؟ أتريدينني أن أصدق هذا الكلام أم أنك تظنينني ولداً أبله؟ صدقني، هذه هي الحقيقة، وابنتي ميمي تعيش الآن مع فرح وهي تعتني بها جيداً. يا إلهي، سينقطع الاتصال. انتظري أرجوك، لا تذهبي، أريد أن أعلم كل شيء عن هذه القصة. لا، لقد ذهبت. لؤي! فرح! أعطني إياه. سأفعل، سأخبرك بالقصة، ولكن فيما بعد علي أن أعثر على ميمي الآن. فرح، هل ميمي هي الطفلة التي رأيتها معك ذات مرة؟ نعم، هيا. الذي أراه؟ لا أصدق. ميمي! ميمي! فرح، ما هذا الذي رأيته؟ لا أصدق عيني، أخبريني ما الذي يجري؟ لؤي، من هذه الطفلة؟ لماذا لا تجيبين عن سؤالي؟ لماذا؟ هيا يا فرح أجيبيني، وإلا أخبرت الآخرين. إذن هذه هي قصة هذه الطفلة. نعم يا لؤي، ولكن أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا. لا تخافي أبدا، لن أخبر أي أحد. ولكن ما العمل لو اكتشف أحد غيري أمر هذه الطفلة الصغيرة؟ لا، لا تخف. يجب علي أن أذهب الآن. هيا أسرعي يا فرح. لؤي، إنه هنا. ما بك يا لؤي؟ وهكذا علم لؤي بسر الصغيرة ميمي. السؤال الآن، هل سيحفظ لؤي هذا السر أم لا؟